أسباب سقوط الشعر عند السيدات متعددة، وكل سبب له طريقة علاج مختلفة. لي معكم في هذا حديث آخر، عاوز أكلمكم في الفيديو ده تحديداً عن علاجات المتوفرة لسقوط الشعر عند السيدات. في الأصل إن إحنا بنعالج السبب علشان نعالج سقوط الشعر، لازم نعرف إيه هو السبب. لكن في الخلاصة عاوز أقول لكم أن الشعرة زي الموديل هنا عبارة عن زي ما تقولوا أنبوبة مخزن فيها حاجات معينة بتيجي من أكلنا، زي ما أنتوا شايفين هي متصلة هنا بالأوعية الدموية. يعني معنى كده أنه صحة شعرك في الأساس بتيجي من الأكل اللي بتاكليه، وطبعا من حاجات معينة أسباب قد تكون مرضية، لكن في الأساس أكلك وأسلوب حياتك هو المؤثر الرئيسي على صحة شعرك. طبعا احنا عندنا ظروف كتير بتأثر على نمو شعرنا، زي الهرمونات من الحمل والولادة والرضاعة، زي مثلا الضغط العصبي، الصبغات، الحاجات اللي بنستعملها البيرمننت، كل الحاجات دي بتأثر جدا على صحة الشعر. لكن لو انت حشيتي الشعر كويس، يعني اكلتي كويس، ما داخل الشعر هيكون صحي، وعلى المدى الطويل هتتحسن حالة شعرك. عاوز اقولك انه علاج الشعر، سقوط الشعر او مشاكله عموما بتاخد سنين، يعني ما تستعمليش حاجة اسبوع وتقولي ما لقيتش نتيجة، لا، ده انت المفروض تستعمليها على الاقل سنة علشان تبتدي تلاحظي حاجة على شعرك. بعض السيدات عندهم مشكلة سقوط الشعر لا يمكن حلها بالأدوية أو بالفيتامينات، وفي الحالة دي بنشك أن ممكن يكون في سبب مرضي أو تأثير هرمونات الذكورة اللي في جسمهم على الشعر، وفي الحالة دي بنقول أنه الحل الأمثل هو زرع الشعر. عاوز أريكم العلاجات المتوفرة لعموما واحدة شعرها بيقع تعمل إيه في الأصل قبل ما تدور على علاج عند الطبيب. لو انت صحتك كويسة والكبد سليم والكلى سليمة، بقترح ان انت تاخدي حبوب او كبسولات لعلاج سقوط الشعر وتستمري عليها فترة طويلة. زي مثلا مبدئيا ممكن يكون نقص الحديد وفيتامين د هما اهم سببين لتساقط الشعر عندك، لانها منتشرة قوي المشكلتين دول عند السيدات في اغلب دول العالم. فتاخدي حديد ومعاه حمض الفوليك وفيتامين دي 3 لو مش بتتعرضي كفاية للشمس. في كمان حاجة تانية اسمها فيتامينات للشعر، زي علبة فيها عناصر كتير مفيدة للشعر زي زنك ونحاس وفيتامين بي ودي واي، كلها مفيدة للشعر وفي كبسولة واحدة. هتلاقي منها معمول من شركات مختلفة، بالذات مارتس عاملة منها كبسولات كمان كويسة قوي. كمان أوميجا 3 ممتاز للشعر، وبيجي في صور مختلفة، شراب أو حبوب، وهنا جاميز كمان لو مش بتحبي طعمه ممكن تاخديه جاميز طعمه حلو، هو ده للأطفال لكن الكبار كمان ممكن استعمله. في حاجة تانية بقى بيقولك إنها بتملى ساق الشعرة فتعمل شكل حلو للشعر، زي مثلا زي الكولاجين وزي الكيراتين وزي خلاصة الخضار والفاكهة، كل الحاجات دي ممكن تلاقيها في السوق مفيدة لشعرك، بشرط تستعمليها فترة طويلة وبشرط سلامة الكبد والكلى قبل الاستعمال. لو انت عندك اي امراض استشيري الطبيب في استعمال الفيتامينات دي. اقترح ما تتخطيش ابدا الجرعة المكتوبة على العلبة، يعني اذا هي ماركة معينة هتقولك حباية وماركة تانية من نفس المركبات هتقولك حبيتين، فانت خدي بالك انك تلتزمي بالمكتوبة على كل علبة كما هو موصوف. في بعض السيدات كمان بيقولوا انا عاوزة حل فوري وعلشان كده قررت استعمل مينوكسيديل، ودي فكرة كويسة بس هو بيجيب نتيجة طبعا، بس خدي بالك انه اول ما بيسيح على جبهتك مثلا او على الوجه اي مكان نزل عليه اللوشن بيحفز نمو الشعر،
فخدي بالك لحسن يزود شعر الوجه مثلا. اقري كويس الارشادات قبل الاستعمال. بعض السيدات كمان بيجدوا نتيجة كويسة من مسدسات الليزر او امشاط الليزر، بس عاوز استعمال وصبر طويل. وفي بعض السيدات كمان سعداء بنتيجة الميزوثيرابي، لانه زي ما يكون مساج كويس للجلد اللي بيغذي الشعر. المساج عموما يعني انت لو كل يوم تعملي مساج كويس لجلدة الرأس بصوابعك بزيوت او اي حاجة، ده كويس جدا لشعرك. فانت اعملي مساج بيحفز الدورة الدموية اللي بتغذي الشعر. هنا شايفة صور لسيدات عملوا عمليات زرع شعر، لانه كان السبب عندهم للأسف يعني هرمونات ذكورة، وما كانش لها حل ان هي تعمل علاجات تانية. فالعلاج الاخير والمضمون هو زرع الشعر لو هو خفيف قوي. في فيديو تاني هكلمكم عن الاسباب المرضية لسقوط الشعر. اتمنى لكم كل الصحة والسعادة. تحياتي.